السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، مهارة جديدة، وقناتكم صن ستايل فاشن، المهندس أحمد شمس الدين. أحييكم أخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، وكل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي، شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه. زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله ان شاء الله هتستفيدوا منه. تمام. بناء بقى على الطلبات، احنا انا مش هشتغل ايه قطعه كامله كده. يعني مثلا تلاقي مثلا في حاجه زي كده كم باسوره، عنوان الفيديو دوت هيبقى ايه؟ اسوره، تركيب اسوره لكم ببرواز، والكم نفسه هيبقى مكشكش. عرفنا الفيديو بيتكلم عن ايه؟ اول حاجة الكم مقصوص، وانتوا عارفين احنا قصينه ازاي، وموجودة فيديوهات كتير. وادي الكم اهو، احنا هنشتغل كمين ورا بعض، يعني لو ما فهمتش الاولاني هتفهم ايه؟ هتفهم التاني. تمام اوي. انا دلوقتي اول حاجة ده هي الفتحة بتبقى فين؟ الفتحة بتبقى ورا هنا. يعني سواء هتشتغل برواز او عصفورة، وممكن حد بيشوفنا لأول مرة مش هيفهم الكلام اللي احنا بنقوله. تمام؟ لو انت او انت مش فاهم الكلام اللي احنا بنقوله، سيب لي الكلام ده في كومنت وانا اديك فيديو تاني تفهم منه. يعني الفيديو ده لحد شافني قبل كده مرة واثنين وثلاثة وخمسة، لكن لو لأول مرة وقلت لك مثلا كم عصفورة، كم برواز، كم كشكشة، كم كسر، مش هتقدر ايه تستوعب منه كتير. قول لي الكلام دوت في الكومنت وانا اديك لينك فيديو تقدر تفهم منه. تمام؟ او ان انا ابدا اشرح الحاجه ديت ايه من الاول خالص كناس مبتدئه. تمام او كده، احنا قصينا الكومين اهم، ماشي، وباجي اروح قاصص 9 سنتي من 8 ل 9 سنتي اللي هي الفتحه اللي هتبقى هنا دي اللي هيبقى عليها البرواز، ماشي، ورحت ايه، طبعا الفتحة هي تحت. طب انت مقسمها ازاي؟ مش انا معايا نص الكم اهو، معايا انا نص الكم اهو. تمام. شوف ايد كده، ايديا فباينة هنا اهو، ماشي، عشان تبقى ايه. تمام. فانا زي ما بقول انا معايا نص الكم اهو، جيت للوراني رحت قسمه نصين بالفتحة دي، جيت للوراني ايه قسمته نصين بالفتحة دي، بقى معايا وبقى معايا ايه بقى، برواز اهو كام سنتي، ها كبيره يبقى 3 سنتي 4 سنتي، معايا بروازين اهم ومعايا الاسورتين، ماشي. نشوف الفيديو دوت. تمام. بص ايه، احنا هنشتغله كم واحد بس عشان ما ياخدش مننا ايه وقت. تمام، هنشتغله كم واحد بس عشان ايه ما نقعدش ايه، لان احنا هنشرح على ايه، على كم واحد، واللي هيشوف دوت هيشوف ايه كانه ايه شاف التاني. تعالى كده، ده كده ايه وش القماش، ليه؟ لان الظهر انا معلمه اهو بالعلام الايه الابيض ده. تمام. اجي اروح جاي مركب ايه البرواز هنا. بص يا سيدي، البرواز بتركبه ايه، بركبه من جوه عشان يقلب على بره. تاني، بركبه ايه من جوه عشان يقلب على بره، ماشي. تمام، بركبه من جوه عشان يقلب على بره اهو، كشطوره عاديه خالص سنتي اهي. تمام. بص بقى، باجي لغايه فين، اديني كده الماركه من وراك، القلم، بس قلم ابيض، ماشي. بص هتبان معاك، باجي ادي الفتحه بتاعت الايه التسعة سنتي، انا باجي اروح داخل بعديها سنتي تاني، بقى كام، بقى كام 10 سنتي. بص معايا بس، خلي بالك ان انا ببقى ايه مضيق الغرزه، سواء مضيقها عن طريق العيار او مضيقها عن طريق ايه الفرماتوره. وكان في واحد اتفلسف عليا وقال لي ايه، على فكره اللي انت بتعمله في في الفرماتوره دي كده انت بتدمر المكنه بتاعتك. قلت له هي بتاعتي مش بتاعتك، انا عارف، انا مش هتيجي انت تقول لي الصح ايه من الغلط، انا عارف انا بعمل ايه في المكنه كويس. تمام، ماشي، على اساس ايه، ان انت يعني ايه مدي سرعه المكنه وفي نفس الوقت متحكم في الغرزه بتاعتها عن طريق الايه الفرماتور، ماشي. لا ما فيهاش اي مشكله. بص يا سيدي،
انا المكنه ماشيه معايا هنا اهوت اهي ادي غرزتها اهي. شوف انا اروح مضيق عن طريق الفرماتور اهي، ما ضيقتش عن طريق العيار. لغايه فين؟ لغايه النقطه اللي انا ايه علمتها اللي هي بالاحمر دي. وانا واقف كده بص اروح جاي جايب المقص اهو وراح مدي فورت كده. طب الفورت ده فين؟ الفورت ده في، طب اقول لك حاجه عشان بس ما تقوليش ان انا مش شايف حاجه. بص يا سيدي انا شلت اهو وجيت رحت جاي العلامه الحمراء هنا اهي باينه لك اهي، اروح جاي بقى ببوز المقص كده اروح مدي الفورت اهو كده. ليه؟ عشان اروح جاي انا بس طلعتها من تحت المكنه عشان تبقى شايفها وتبقي شايفاها كده. بص بقى اروح جاي ايه فارد بقى اللي انا ايه دي كده، ما تعملش معايا كسره بمعنى اصح اهي كده، واروح جاي نازل بايه بالناحيه الثانيه كده. يبقى انا طلعت ووقفت بسن الابره في قلب ايه في قلب الزاويه اللي انا ايه محددها اللي هي السنت الزياده عن ايه عن التسعة سنت، ورحت مد الفرت ورحت فارد الايه القماش معايا كده اهو تمام كده. بعد كده اروح جاي بقى خلاص اروح جاي في كسر هنا ولا حاجه؟ لا ماشي في حاجه متنيه اهي. اروح جاي بقى تاني دي كده سنتي في سنتي تاني، ده البرواز اهو ده ايه البرواز. يا ريت ما حدش يقول لي اصلا في ان انت شغال على اسود واحنا ايه مش شايفين، كفايه الشرح اللي انا بشرحه. يعني في ناس بتقول لك ايه اصل هي ايه انت شغال على اسود واحنا مش شايفينه ماشي. لو انت اصلا مش شايفه ديت ايه بقى ايه ترجع لك انت. انا عملت ايه دلوقتي؟ ها؟ كان يفتنوا ودوت اللي هو ايه البرواز. ادي البرواز يا سيدي ماشي، شايف انا نضفته بره جوه انضف من جوه، جوه انضف من بره تمام. أيوه. بعد كده اروح جاي ايه بص الزياده دي انت مش عايزها، واجي اروح منصص كده ده كله كده ايه الظهر اهو، واروح عامل ايه عامل سبعه هنا اهي كده سبعه بفرماتوره كده كده. لو انت اصلا انا بشتغل على المكنه اوتوماتيك هي بتعمل الفرماتوره لوحدها، تشتغل انت على مكنه عاديه او حاجه تروح عامل الفرماتوره اهي تمام كده خلاص قفلت انا ايه دي كده. بص بقى تيجي على الناحيه الكبيره دي اللي هيبقى فيها ايه اللي هيبقى فيها العروه بمعنى اصح لما نيجي نركب الايه الاسوير، اروح تاني دي كده. طب انت هتتنيها ليه كده؟ ما بص انت ما ينفعش ان دولم يبقوا مفتوحين كده، لازم تبقى في واحده كاسيه على واحده بنفس الشكل ده كاني ما عملتش حاجه خالص. فباجي اروح تاني واحده اللي هي بتاعت ايه اللي هي في الناحيه الكبيره تاني بتني اللي هي في الناحيه ايه الكبيره ماشي عشان تقفل. شوفيها كده هتبقى باين شايفه ادي ادي السبعه اهي وباين اجي تروح قافله كده اهي شايفه بقى نظافتها اهي كده ايوه تمام. ايه تاني بقى؟ خلاص كده اروح جاي مقفل ايه الكم معايا واعمله اوفر. بعد كده هنركب الاسوره؟ اه اقفل الكم معايا نجهز الاسوره وبعد كده ايه نركبها. سوري معلش اي حاجه في حد ممكن يشتغل يبص يقول لك ايه المكنه بتقطع معايا، يبص على الاضمه بتاعتها الاول. يعني انا لما ببص على هي قطعت دلوقتي ببص على الاضمه لقيتها ملفوفه على بعضها، الخيط بيلف على بعض ممكن من ايه وانا بتكلم او حاجه وجيت الوضمت راح اتلفى مني وما خدتش بالي. اروح انا مقفل بقى هنا الجنب بتاع الكم واروح عامل ايه اوفر. كام دقيقه معاكي؟ يعني 10 الا انا بقفل كده عشان نجهز الايه للاسويره بتاعتي. انا شغال في شفول ماشي اهو كده هروح عامل اوفر ونيجي نعمل الاسويره دي باينه تمام خلاص ماشي. دلوقتي بقى احنا عملنا كم اوفر اهو ماشي وركبنا اسوره
على اساس تبقى دي عينه للايه للي اتعملت عشان نشتغل على ايه على زيها بالظبط. كشكشنا الكم اهو ماشي هنشوف ازاي. طب الاسوره بقى ابعادها والكلام زي كده هو ده اللي احنا هنعمله. انا بس حبيت اعمل ايه واحد عينه عشان تشوفه هو لسه ما اتكواش وكانه يعني من نظافته كانه مكوي بالظبط. ادي الاسوره بتاعتكم قدامكم اهي، شايف الشكل بتاعه، شايف الشياكه. الاسوره دي هتبقى عامله كده بالظبط كده، ودي تيجي على دي كده وتاخد الزرار بتاعها هنا كده تمام ماشي. دي الشكل اللي احنا عايزين نوصل له بالتانيه. طب الثانيه فين؟ انتوا فاكرين ان احنا كنا وقفنا على الكلام دوت كده تمام. وقفنا هنا على الايه على الاوفر ماشي. تعال نشوف الاسوره. الاسوره دي كام؟ الاسوره اولا يعني اصلا كنت لسه بتسال ازاي نحددها. تيجي للرصغ هنا وليكن مثلا على سبيل المثال الرصغ ده صافي معاك عامل 18، اقول لك عشان نبقى شغالين على رقم ثابت مثلا نعمله 20 صافي، يعني لما لف المزور عليها يعمل لي 20 تمام تمام. طب الاسوره دي مش بتيجي تقفل على بعضيها زيها زي ايه؟ زيها زي المرد مثلا بتاع البلوزه. طب احنا المرد بتاع البلوزه بنسيب فيه زياده كام؟ 3 سم شمال ويمين، يبقى هسيب في الاسوره كذلك 3 سم شمال ويمين، وانا معايا 20 صافي 26 يبقى 26 وبس. لا ما انا عايزها 26 صافي مثلا او 25 صافي. في سنتي خياطه من هنا اهو، هنعلمها بالقلم الابيض عشان نبقى عارفين. في سنتي خياطه هيبقى من هنا كده، وسنتي خياطه من هنا كده عشان تصفي معايا 25، وهي انت خدت قلت لك 20 وتلاتة شمال تلاتة يمين بقى 26 وسنتي وسنتي 28. يبقى انت هتقص الاسورة على كام؟ على 28 عشان تصفي معاك كام بعد العراوي والزراير؟ 20 تمام. ده كده الطول. طب افرض ان انا عندي اصلا الرزق ده 18 تمام، كمل زي ما انا ايه اديتك الاساس، انت تروح حاطط ايه على ال 18 6 سنتي تمام، بقى كام؟ بقى 24 وسنتي شمال وسنتي يمين، يبقى انت هتقص الاسوره صافي على 26 تمام. بعد ايه كده؟ يبقى ده كده الطول بتاع الاسوره. العرض، العرض انت متحكم فيه، من عرض سنتي اللي هي الاسوره البيه لغايه 15 سنتي اللي هي الاسوره اللي هي بتاخد مثلا ايه اربع زراير خمس زراير، الاسوره العريضه اللي هي بتيجي لغايه هنا كده 15 سنتي. يبقى الاسوره العرض انت من ايه متحكم فيه، سنتي اللي هي البي 2 سنتي 3 سنتي 5 سنتي ماشي. سي ان انا عايز اسوره 4 سنتي، سي ان انا عايز اسوره تصفي معايا 4 سنتي، ادي ال 4 سنتي بتوعي واسيب سنتي ونص هيتخرج جوه، يبقى دي 5 ونص صح؟ 5 ونص من بره و5 ونص من جوه، يبقى انت عايز حته 11 سنتي تمام عشان تصفي، عشان تبقى معاك اسوره تصفي كام؟ 4 سنتي. فهمت العرض؟ تمام. وفهمت الطول ازاي نقسمه في الاسوره؟ تمام. تعالى بقى احنا هنركب الاسوره دي ازاي، بس ايه نبص على العينه، تبص تلاقي ايه في شيمه راكبه معموله هنا، باينه عندك؟ مش باينه قوي ثواني. معلش اهي. اهي كده باينت. ماشي، بس لو كبرتي تصغري تاني عشان تبقى ايه تمام؟ اهي. ايوه اهي. ماشي. تعالى بقى احنا هنعمل الشيمه دي اهي كده. سنت ونص هو اللي احنا قلنا ايه هناخده من الاسوره من عرض الاسوره يا جماعه تمام كده تمام ماشي. تاني تانى دي شايفه الشيمه اهي ونضفتها، واجي اروح جاي تاني كده، مش انا خدت سنت ونص اهو جوه، هو اللي بره عندي اهو تمام. يعني ايه؟ يعني انا لما تنيت كده سبته موجود اهو معايا تمام اهو، واخد ايه ادي الاسوره من الناحيه دي وادي الناحيه الثانيه، وبعد كده اروح قلبها تمام او كده ماشي. وبعد كده ايه ادي الاسوره اهي، نيجي نروح جايين مطلعين البوز بتاعها اما ببيز او بايه بسن ابره بسن دبوس كده زي ما انا بعملها كده بالظبط تمام. ايه كنت
بعملها لكم في سن المقص، ففي ناس قالت لي احنا عملناها في سن المقص وقطعت معانا. ماشي، انا كنت باجر وعاملها كده، ففي ناس قال ايه وانت لازم تفحت فيه، ما هو انا عاملها بسن المقص ما قطعتش ليه؟ تمام، مش عارف بقى، يبقى زي ما بقول لك بايه، بدبوس او بسن ابره ايه خياطه، تروح مطلع البوز، شايف البوز شارب ازاي؟ اهو كده الاسوره بقت معايا جاهزه، جهزت الاسوره. عايز ايه تاني؟ زي ما عملنا هنا نكشكش. ماشي، اما ان انت تكشكش بفتله او اما ان انت تكشكش بدواسه، احنا هنكشكشها بدواسه اهي. وانا على فكره شارح الكشكشه كامله وشارح الدواسه دي، المسمار ده بيأثر في ايه، العيار ده بيأثر في ايه، العيار التاني دوت بيأثر في ايه، اللي مش عارف يقول لي في الكومنت واحنا نعيدها تاني ان شاء الله. بس ما ايه، عشان ما نتكلمش وخلاص، واحنا يبقى ايه في ناس معينه اللي متابعانا مثلا، والناس دي واخده يعني متعلمه على ايدينا، فما نضيعش وقت وخلاص. اللي مش هيعرف، اللي مش عارف دواسه الكشكشه دي بتعمل ايه، اللي مش عارف احنا بنظبط الكشكشه ازاي، يقول لنا واحنا نقول. ماشي، او يبعت لنا على الواتس. ماشي، بس ممكن نرد وممكن يستنى شويه ما نردش، يعني يستنى شويه لغايه ما نرد عليه، لان مش شرط ان انت تبعت لي دلوقتي تلاقيني ايه بعد شويه ايه مكلمك، لان انت عارف احنا بيبقى في ايدينا شغل ناس. تمام كده لغايه دلوقتي. ماشي، هنيجي بقى، خلي بالك الخياطه اللي جوه دي اللي هي بتاعت الجنب بتاع الايه بتاعت الكم، احنا عايزينها تبقى مرميه لورا، فتيجي تبص ناحيه الحته الصغيره اللي هي مش هي اللي متنيه. تمام اهي، ونعمل ايه، وزي ما هناك اهي الخياطه مرميه لورا اهي ناحيه، ما تبقاش ديت مرميه لورا والتانيه مرميه الناحيه التانيه، الاثنين يبقوا زي بعض، يبقى الاثنين بسيكونس واحد وبترتيب واحد وكل حاجه وسيمتريه واحده. هنيجي نشوف الكشكشه اهي، ايه المتحكم في الكشكشه معايا؟ زي ما قلت المسمار بتاع الدواسه، متحكم معايا العيار اللي هنا، ومتحكم معايا كمان ايه المسمار اللي في المكوك من تحت. تمام، الكلام ده مشروح بالتفصيل على فكره، في اي فيديو هتلاقي فيه ايه الكشكشه دي، اسم كشكشه كده اكتبه مثلا في بحث في القناه وهيديك الفيديوهات اللي فيها حاجه زي كده. احنا كده بنكشكش الايه الجزء ده خلاص كده، خلاص نروح شايلين الدواسه بتاعتنا، خلاص ملهاش لازمه، ونحط الدواسه الاساسيه ونربطها كويس، لان انت ممكن ما تربطش دي كويس او دي كويس، توصل ايه اتنطرت وكسرت الابره، ومن ثم تاثر على عمود الابره. ومكنه زي كده اصلا يعني مش هقول لك يعني خلاص وصل ثمنها لكام، مكنه زي كده كانت ب 7500، كانت ب 7500، دلوقتي عامله 28000 جنيه، يعني أول ما نزلت كان ب 7500 اللي هي الكمبيوتر الكامل النطقة. دلوقتي عامله 28000 جنيه. وفيها عيب خطير عايز أقول لكم عليه. تمام؟ لأن العيب دوت هنبقى نقوله في وقته، لو ما تداركتوش ممكن يأثر على الكمبيوتر بتاعها. اقول لكم عليه حتى لو انا نسيت، فكروني. ادي الاسوره اهي راكبه ايه في الجزء ده كده. تعالى بقى نركب الاسوره من جوه وتقلب على بره. طب هنركب بناء على ايه؟ مش احنا تنينا السنت ونص دي، هنروح جايين عاملينها كده اهي. انا بعمل ايه دلوقتي؟ نحدد الخط اللي انا همشي عليه من جوه. تمام او كده، بص يا ستي اهو، اروح عامل ايه من جوه عشان تقلب على بره. ارجو ان احنا دايما، انا ما بقولهاش، احنا بنبقى مركزين في شغلنا، الاعجاب بالفيديو ديت احنا مش هننسى، يعني يا ريت ان احنا ما ننساش النقطه ديت، اذا كنت فعلا عايز غيرك ينتفع زيك، او ممكن لو انت اصلا، ما انا ممكن ما اعرفش اوصل لك معلومه. بس على فكره معلش، هي مش غرور ولا حاجه، والله عز وجل اعلى واعلم، لان كل واحد ايه، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزكوا انفسكم هو اعلم من التقى. لو انا مش عارف اوصل لك معلومه ما تتعبيش نفسك ولا تتعب نفسك. ليه؟ لان احنا عارفين احنا بنقول ايه. لان في واحد مثلا كنا الفيديو بتاع اللي يقى بالركنه، قال انا مش فاهم حاجه، قلت له خلاص ما تتعبش نفسك. ما تتعبش نفسك، اذا كنت انا مش عارف افهمك فما تزعلش مني. ها؟ صعب ان انت ايه؟ تفهم من حد تاني. ليه؟ لان احنا بنبسط المعلومه جدا.
ما حدش يقول لي ان انت هتلاقيها ابسط من كده. بركب انا اهو، خلي بالك بقى وانا ماشي. انا ماشي فين؟ شايفه خط الكشكشه؟ ايوه. ما فارقهوش، حتى من تحت مش باين لك، او حتى من تحت مش باين لك. ليه؟ عشان انا لو مشيت فوقيه مشيت تحتيه لخبطت الكشكشه اللي هي مظبوطه معايا اصلا. انا ماشي اهو، بصي الابره اهي نازله على خط الكشكشه. كده يبقى الفيديو ده يا جماعه هو تركيب اسوره على كم مكشكش ببرواز. تركيب ايه؟ اسوره على كم مكشكش ببرواز. انا عملت ديت كده، اروح جاي بقى تاني. شايف اللي هنا دي كله؟ ها اروح مدخله جواه، ما سيبش بقى حاجه بره. طب انت عملت الخط دوت ليه؟ اللي هو اللي كان بالابيض ده. عشان نظافه الاسوره. بص لي كده، شايف الاسوره من بره؟ دي الاسوره من جوه، ولا 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 وربه ولا مولوله ولا ولا. شايف الاسوره من بره؟ نفسها من ايه؟ من جوه زيها من بره. تمام. نظافه الشغل يا جماعه مهمه جدا جدا. الفينش العالي اللي بيعمل جاهز ده مش احسن منك، ربنا مديله دماغ زيه زيك. ماشي. هو بيعرف يبيع سلعته، وانت اصلا يجب ان انت اصلا ايه تعرف تجتذب الزبون بتاعك ازاي، العميل بتاعك ازاي، بنظافه الشغل، بظبطه الشغل. ماشي. بحاجات كتير، بسعر الشغل على فكره. يعني يجب ان احنا في ظل الايام ديت والظل والاسعار اللي هي ملهاش حل دي، ان احنا نراعي بعض شويه. والله عز وجل اعلى واعلم. على فكره انت ممكن تعمل الحته ب 1000 جنيه وتعملها لحد تاني ب 500 جنيه، وده مش بذمتين. بذمتين ده في البيع والشراء، لكن دي صنعه. دي ايه؟ صنعه. اديها لده ب 1000 واديها لده ب 500. انا شايف ان التاني دوت ابو 1000 ديت ما تفرقش معايا، لكن ابو 500 هو محتاج ايه؟ القرش بمعنى اصح. فدي صنعه، مش شغل بذمتين. شغل بذمتين دوت لما ببيع سلعه ب 1000 وابيعها ب 500، لكن دي صنعه ايدي انا اكيفها زي، يعني انا احددها زي ما كان، زي باي سعر لكل واحد. ده كده يا جماعه ان شاء الله الاسوره خلاص انتهت. ماشي. بينتها لحضراتكم، بينت الاسوره بتتعمل ازاي، بينت البرواز بيتعمل ازاي. الدلع على الخير كفاعل، ده ايه؟ الاصل الاصيل اللي احنا بنيه عليه القناه بتاعتنا وبتاعتكم. ما تنسناش من صالح الدعاء، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بطلوب من حضراتكم. الدعاء بصالح بظاهر الغيب، الدعاء لاخواننا في غزه ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم وينكئ عدوهم ويجعل النصر حليفا لهم ويسدد رميهم في ظل الايام اللي احنا ايه فيها ديت. واخر حاجه اقولها لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.